حديث الكابتن أسامة هوساوي. انتقل الآن الزميل بدر رافع ويونس محمود. شكرا لك محمد. يونس محمود، دائما المراسلين او يعني يركزون على النجوم، هو مطمع للمراسلين دائما. اليوم وجود نجم كبير مثل يونس محمود ايضا على المستوى الشخصي تظهر كاول مباراه، لا زال يعني الحس التهديفي والروح والحماس لدى يونس محمود اليوم. طبعا بدايه بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر اول شيء على 3 نقاط اللي اعتقد مهمه للفريق. طبعا اكيد يعني مثل ما تعرف يعني الفريق الاهلي يعتقد يفتقد الى المهاجمين يعني، وشفت انتم حتى البطوله الاسيويه كان يفتقد لمهاجم، مع العلم انه قدم مستوى طيب، وحتى مباراته بالدوري يعني عنده لاعبين يعني مصابين اعتقد، واثنينهم راس حرب، هذا اكيد ياثر على الفريق. طبعا هي حتى حسابيا ما كانت متوقع ان يلعب هاي المباراة، لان تعرف قصر فترة اللياقة، لكن من يوم الاتصال اللي صار بي مع نادي الاهلي وادارة الاهلي مع مدير اعمالي يعني، طبعا من نفس اليوم بالليل بديت اتمرن، تمرنت يمكن اخذت وحدات شويه جرعات قويه، لكن الحمد لله والشكر انا عندي القابليه ان يعني اقدر استعد للمباراه شلون ما كنت، يعني مثل ما يقولون من الخبره اللي عندي. حصل ايضا الحس التهديفي موجود يعني. طبعا قلت لك انا يمكن اكثر فترة قلت يعني قالوا لي يعني أكثر من الناس إن شلون راح تلعب شلون راح ترجع، طبعا هي مو شغلة إنك تلعب وترجع، لأن الكل يعرف إن المهاجم هي عملة نادرة يعني، مو كل واحد يقدر يعني هسه ما أقدر تجيب أسامة هوساوي تقول له روح صير مهاجم، يمكن يسجل لك مرة بس مو كل مرة يسجل لك، وأيضا يونس محمود هم ما يقدر إنه يرجع يدافع يلعب مثل أسامة شلون يغطي، وهذا يعني كل واحد له مجاله، وهاي موهبة من رب العالمين يعني، فلهذا تلقي المهاجم هو عمله نادره، لكن اعتقد الحس التهديفي ما ينفقد عند المهاجم. ثاني شيء انا ما صار لي فتره طويله مبطل، لا بالعكس، لكن انا شويه ارتئيت اني اخذ راحه. السؤال الاخير كابتن، مباراه الهلال القادمه، النجوم دائما يبحثون عن يعني مثل هذه المباريات الكبيره. طبعا اكيد هي مباراه هي ابداع، تحتاج الى لاعب يبدع داخل الملعب. اتمنى ان ابدع بهاي المباراه، وخاصه هي قمه من كل النواحي. ان شاء الله يعني ما نقدر نقول اكثر منه انه انتظرونا، خاصه جماهير الاهلي اوصيها انها تجي تحضر للملعب، لان اعتقد راح تشوف مباراه قمه. يعطيك العافيه. شكرا جزيلا. شكرا.